ايوه لا بقى استحلو ايه في عندك يعطيك العافية سيدنا. اهلا وسهلا. انت بتعرف اشبك عم تطلع في هيك؟ انت بتعرف انا ليش في افهم؟ حاجز ليه يعني؟ لا يا حبيبي لا يا فهيم يا زكزك انت. اصلا انت لو بتعرف ما كنتش بتتجرأ وبتمرق من هون يا حبيبي. ليه يعني؟ ليش يعني؟ لانك بدك تصير قايد التوقيف. انا قايد لا يا عمي انا ورائي قانونيات وانا وضعي سليم 100%. لا يا حبيبي لا. ايش بدي فيك وبوريقك وبوضعك يا حبيبي؟ هيدا الحجز هون معمول تيكمش كل الزعلان بيروحوا يحرقوا الوليب. لك الله يقويك ولك يا ريت هيك من زمان. الله يقويني على الزعلان اللي مثلك. لا انا شو خصني؟ انت رايح تحرق الوليب. لا يا عمي انا شكل واحد بيحرق الوليب. لا وحياة الله. وحياة الله وحياة اختك انا ما خصني بطلع الوليب. اجيب سيرة اختي على لسانك سامع؟ بعدين بتحلف بالله على الكذب كذاب. وطن وحياة الله انا حتى دولاب سبيرما معه بالصندوق. اسكت لك اجي تفلسف علي القطك بالجرم المشهود انت رايح تحرق الوليب ايش مفكرني اما؟ يا حبيبي انت ما عرفت حالك بين ايدين مين علقت؟ انت علقت بين ايدين الشرطي البندوق. اسكت هدي التليفون هدي لك هدي الفار بدي اعمل تليفون هدي حاجة خايفة منه. الو ايه سيدنا القطة واحد رايح يحرق الوليب. ايه سيدنا كم دولاب؟ واحد اثنين اربعة سيدنا. ايه عم يجيك علي مركبهم على عربية ورايح يحرقهم انت يموه ايه القطو باي. هتبكيش